لا 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 والله إذن مشاهدي قناة شوف تيفي، للأسف الشديد مشاكل ديال أشغال ترامواي لازالت متواصلة، ماشي فقط اليوم. غنتكلموا على واحد السيارة اللي طاحت في هذه الحفرة. الحمد لله على الطفلة طاحت سيارة والسائق ما تصاب حتى شي إصابات اللي هي بليغة، ولكن هنا كنتحدثوا إلا كان شي طفل ولا كان شي مسن ولا كان شي مسن ولا كان شي إنسان بل 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 من ذوي الاحتياجات الخاصة، شنو غيوقع عليه إلا داز من هاد الحفاري؟ حنا ماشي ضد أن يكون الأشغال ديال الترامواي، ماشي ضد أشغال ديال الباسواي، حنا ضد أن ما تكونش علامات تشوير وما يكونوش ما يكون سياج حديدي اللي كيبين المارة أن هاد البلاصة خطيرة. ثم كما كتشوفوا معنا دابا واحد السيد هو داز بالعكاز ديالو، يقدر يوقع ليه اي مشكل، من المسؤول؟ هنا كنحملوا المسؤوليه بطبيعه الحال الكازا ترامواي، وكنحملوا المسؤوليه مجلس المدينه اللي بطبيعه الحال ما تيقوموش بالخدمه ديالهم كيف ما خصها تكون. عيب وعار اننا في مدينه الدار البيضاء، واننا في احد اكبر الشوارع ديال مدينه الدار البيضاء اللي هو ديس الحريزي، اللي هو واحد الشارع رئيسي، وكنلقاو بحال هاد الكوارث هادو. يعني قدر الله وما شاء فعل، ولولا لطف الله ربما كانت غتكون شي اصابه. استاذ هنا فين طاحت؟ ايه هنا فين طاحت الطوموبيل؟ هنا طاحت استاذ. اذا من المسؤول على هذه الفوضى اللي كتوقع في مدينه الدار البيضاء بسبب هذه الاشغال الكارثيه؟ هذه الكوارث هذه اللي ممكن تسبب حوادث سير عديده لمستعملي الطريق، لا بالنسبه للمستعملي الدراجات الناريه، ولا بالنسبه للمستعملي السيارات، ولا بالنسبه للناس اللي كيمشيو على رجليهم. واش عباد الله ما كاينش مسؤول حكيم اللي يقدر يدير واحد السياج حديدي من هنا باش يبين للناس ان الطريق راها خطيره، راه ممنوع اننا ندوزوا منها. ولكن للاسف الشديد بعض المرات كنشوفوا ان المواطن ربما رخيص على هاد المسؤولين وما كيعطيوش واحد الاهتمام، ما كيعيروش واحد الاهميه، لان لو وقعت لي شي مشكله غيمشي للسبيطار. السبيطار تا هو كارثه، بلا ما نتكلموا على السبيطار، خاصو اللي يدير لي الحديد، خاصو اللي يدير لي البلاكه، خاصو اللي يدير لي وقتي. نعم اخويا مرحبا. نعم اخويا طاحت اختي هذيك النار، الطريق تهضر معنا بغينا نبينوك وتقولها. واخا واخا سيدي، السلام عليكم. قاتلو بزاف ما فهم ما والو. فين انت طحتي من هنا؟ طحت مع شي جوج خطرات، طحت جوج خطرات ما فهمت والو انا. ولكن هاد الناس واش دايرين شي بلاكه ممنوع الدوز، دايرين شي كرياج؟ ما دايرين حتى شي لا حتى حاجه، ما كاينه والو والله ما دايرين. يعني مسكين اللي ما عارفش هاد الطريق وما كيدوزش منها يدوز طوموبيل شي لعيبه تتلعق مع هاد العيبات هادي من هنايا، مع الضوضانات هادي من هنا، ما دايرين حتى شي بلاكه، ما دايرين حتى شي. خاصك تكون ولد البلاد باش تعرف هاد البلاصه اشنو فيها. دخلوا في الترام داو قادو في الترام، ماشي تسالوا الترام عاد قادو الطريق، لا قادو الترام ودخلوا في الطريق، ما قادو لا هادي لا هادي، خلوا هذاك الشيء. اللي بغى يطيح يطيح، واللي بغى يتهرس يتهرس، اللي بغى يموت يموت. هذا الشيء اللي كيقول لك، اللي كيقولوا كما كيقولوا اللي تهرس على الكراس، بس الكراس ما كاينين. وبنادم شي خلص لاسورانس ديالو وكل شيء وادي من هنا. واخا خويا فاش طحتي ما درتي حتى اجراء قانوني؟ مع ما ديروا مع تطوار ولا شي حاجه، تعيط لهم ولا شي حاجه، غيقولوا لك انت غير قانوني. علاش غير قانوني؟ انا ما عارفش الطريق واش ما كدوزش. اليوم ديروا لنا شي حاجه نخلصوها، شي لعيبه شي حاجه، كل عام هذه، كل شهر، كل سيمانه. شكون اللي غيقول لك انت غير قانوني؟ انت قانوني مخلص لاسيغونس ديالك، انت مواطن مغربي كدوز من الطريق، من حق المسؤولين انهم يقادوا لك الطريق. الطريق ما مقاداش، خاصهم يديروا واحد الكرياج انها ما مقاداش. لا حول ولا قوه الا بالله. إذن مرة أخرى الحمد لله على لطف الله. كيف ما كتشوفوا معنا هذه السيارة اللي وقعت في هذه الحفرة قبل لحظات، والمواطن بطبيعة الحال كيأدي الضرائب، كيأدي لاسيغونس، كيأدي من حقه أن تكون عنده واحد الطريق في المستوى. لا عيب وعار أننا في 2022 وفي مدينة الدار البيضاء ونشوفوا بحال هذه الكوارث هذه.
راه بنادم على رجليه يقدر يطيح، راه مرا كبيره تقدر مسكينه تعكل وتطيح، راجل كبير معاق راه حشومه عيب وعار انها شي بارياش العايبه باش نعرفوا حنا راه كاين شي حاجه هنا بالطبيعه. ومن حقكم ومن حقكم ديروا لا بيسين هنا، نديروا لا بيسين بدات تلعب ترى الناس راه طاح الطوموبيل دابا. اذا مشاهدي قناه شوف تيفي للاسف الشديد هذا الشيء اللي وقع. بطبيعه الحال الان السائق ديال السياره راه في انتظار وصول رجال الامن. صورها 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 عندك هذه سيفطلي هذه سيفطالي صورها. انت حضرت يا ولدي؟ حضرت. واجي نهضروا معك، اجي نهضروا معك عاودينا اشنو وقع. وقف هنا وليد، اجي ولدي وقف هنا، لان من حق انا بغيت نقول للمواطنين واحد المساله، راه اي مشكل وقع لك في الشارع راه من حقك انك تقاضي المجلس البلدي وتقاضي مجلس المدينه وتقاضي السلطات. راه غير شي واحد الا كان مختل عقلي وضربك في الزنقه، راه من حقك انك تقاضي السلطات المحليه، لانه هما الدور ديالهم انهم يديو لذاك المختل العقلي للمستشفى، ولا طحتي في حفره كذلك ومثال. راه ما كايناش السيبه، راه غير الناس ما كيعرفوش القوانين وما كيعرفوش ما لهم وما عليهم. من حقك انك تدعي الجماعه، انك تدعي مجلس المدينه، انك تدعي الشركه اللي مكلفه بالترامواي، راه ما كايناش السيبه. ومن حق اي مواطن انه ياخذ تعويض على الضرر. ولكن الناس اش كيقولوا؟ انا نمشي ندعيهم بقيت تما وانا وانا. لا، تبع حقك، تبع حقك وخذ التعويض ديالك. انا اختي فاطمه شو صحاب الصباح قوم الظالمين هذا مسكين دار هو اللي اجي خويا اجي هنايا ما نصورك، ما نصوركش، غير هضر غير هضر اخويا غير هضر. هذا راه هو اللي جبد مسكين هو انت. قول لهم اتقوا الله، قول لهم هذا راه ما مشروع ما والو، هذا راه مشروع مشروع هذا عدم، هذا عدم مشروع هذا ولينا بحال الشارع هماجه هنا. هذا الشارع هذا شحال هما مكربلين وهاد التكربيله هاد الحاله هادي. واش الشينوا دوزوا من الشينوا لافغانستان شهرين فوق الماء، وهادو باقيين دابا عامين. ضحكتيني والله ضحكتيني. اذا في انتظار وصول رجال الامن لعين المكان من اجل انهم يديروا المعاينه، يعني بالرغم من ان السياره راه هزوها الناس لان الشاب تخلع من يوقع عليه هذا المشكل، ولكن راه كاين فيديو يوثق لهذه الكارثه اللي وقعت. كارثه كارثه. المواطن ما خصكمش تقتلوا على حقكم، راه المواطنين اي حاجه وقعت في الشارع راه من حقك انك تدعي المجلس البلدي وتدعي مجلس المدينه وتدعي الشركه اللي كتصيبها الترامواي. سير انت ماشي شغلك، دير الشكايه ديالك وخليها، وقت ما تفعلات وقت ما عيطوا عليك. علاش انت غادي تبقى لا وانا اشداني وعاد سير دير شكايه وسير المحكمه؟ سير عند سيد وكيل الملك ودفع الشكايه ديالك. اذا في هذه اللحظات وصول رجال الامن الى عين المكان من اجل معاينه هذه الكارثه او هذه الفضيحه، لان محضر المعاينه ديال الضابطه القضائيه اكيد وديال الحوادث السير اكيد راه مهم جدا. تنشكرهم بطبيعه الحال على التواجد ديالهم الدائم. وعليكم السلام، كيداير الرئيس بخير؟ الطوموبيله طاحت في حفره، عاد جبدوها دابا. واش هاد الناس ما قادينش يديروا كرياج؟ ها؟ شحال كيدير هاد الكرياج نشريه لهم حنا نتشاركوا لهم فيه؟ كل واحد يعطي 50 درهم ونتشاركوا لهم في كرياج. 10 دريال لواحد. 10 دريال لواحد ونشريوا لهم كرياج. لا حول ولا قوة إلا بالله. ما كايناش علامة تشوير. هاد الشارع كله وعندك هاد الشارع وعندك شارع القدس راه كارثه كارثه. ما كتعرف راسك واش غتدخلي تلقاي حيط ولا غتلقاي منين دوزي، ولا سواء كانت عندك طوموبيل ولا على رجلك ولا دابا المشكل عاوز عندي واحد المشكل واحد مسجل. ايه مرحبا. وا خويا يطلع شي يتيم هنا والدوليه خصك واحد المسجد. نجي عندك المسجد خدمت. اه واخا خويا خدمت فيه 3 سنين، خدمت فيه 3 سنين تنعود لك خشي من بعد. مرحبا مرحبا. الله يحفظك. الله يرحم الوالدين. مرحبا.
اذا شكرا لرجال الامن بطبيعه الحال على المجهودات اللي كيقوموا بها، وهما ساهرين 24 ساعه على 24 ساعه ما كينعسوش. في اي لحظه كيبغي المواطن المغربي راه كيجيو لعين المكان، بالرغم من ان هادشي راه مسؤوليه كيف ما قلنا ديال مجلس المدينه، ديال كازا ترامواي، ديال الجماعه ديال هذه المنطقه. للاسف الشديد لا حياه لمن تنادي. حنا نتمنوا ان يعني المسؤولين على هذه المنطقه انهم يشوفوا فيها شويه، لان التهميش اللي كتعاني منه هذه المناطق مدينه الدار البيضاء وخصوصا المناطق الشعبيه، كان المواطنين اللي كيسكنوا فيها ما عندهمش قيمه عند هاد المسؤولين. نعم. اذا مشاهدي قناه شوف تيفي كنختم معكم هذا البث المباشر، وكنقول لكم الى اللقاء في مباشر اخر باذن الله.